بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وفقنا فيما أقمتنا فيه، وأعنا فيما أقمتنا فيه بما أقمتنا فيه على ما أقمتنا فيه، وردنا بما أقمتنا فيه يا رب العالمين. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ولسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. واليوم آخر جلسة في موضوع الحجر، وكنا قلنا أن الحجر لغة المنع، وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه. وجعل المصنف الحجر على 6 من الأشخاص: الصبي والمجنون والسفيه. وفسره المصنف بقوله: المبذر لماله، أي بصرفه في غير مصارفه. والمفلس، وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كن به عن قلة المال أو عدمه، وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون، اللي هو المفلس يعني الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه. والمريض المخوف عليه من مرضه، والحجر عليه فيما زاد على الثلث، وهو ثلث التركة لأجل حق الورثة، هذا إن لم يكن على المريض دين. فإن كان عليه دين يستغرق تركته، حجر عليه في الثلث وما زاد عليه. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. وسكت المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات، منها الحجر على المرتد لحق المسلمين، ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه. وتصرف المفلس يصح في ذمته، فلو باع سلما طعاما أو غيره، أو اشترى كلا منهما بثمن في ذمته صح دون تصرف في أعيان ماله، فلا يصح تصرف في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح، فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. وأما المرأة المفلسة، وإحنا واقفين عليهم، إحنا واقفين عند المرأة المفلسة، كل اللي فات ده إحنا شرحناه في الجلسات السابقة. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح أو دين في ذمتها صح، لأن برضو نفس المرأة المفلسة كالرجل المفلس لا يتصرف في أعيان ماله، لكن ممكن يتصرف في ذمته في المستقبل، لأن الحجر قد لا يدوم عليه طول حياته. المرأة كذلك المفلسة ممكن تختلع على مقابل، يعني بتطلب الطلاق من زوجها على مقابل، إن كان هذا المقابل في ذمتها صح الخلع، وإن كان على عين من أعيان مالها وهي مفلسة لا يصح، أو دين في ذمتها صح برضه. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوا الزائد على الثلث صح، وإلا فلا، وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران، وإنما لأنهم ما اسمهمش ورثة طول ما المريض عايش، هم اسمهم ورثة بعد الموت، يبقى يجيزوا ولا لا يجيزوا ده بعد وفاته، إنما حال المرض ما لهمش يجيزوا أو لا يجيزوا،
طب افرض عايزين يمنعوه من التصرف حال المرض، يبقى بسبب السفه بقى، بسبب الفلس، باي سبب اخر مش بسبب المرض، لان لا يرد تصرفه في مرضه الا بعد وفاته، لانهم لا يسمون ورثه الا اذا مات. واضح؟ عشان كده قال ايه؟ وردهم حال المرض لا يعتبران، وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران، وإنما يعتبر ذلك من بعده، أي من بعد موت المريض. وإذا أجاز الوارث ثم قال إنما أجزت لظني أن المال قليل وقد بنى خلافه صدق بيمينه، وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته، ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به بعد عتقه. إذا عتق وإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن. وده آخر كلام في موضوع الحج في هذا الكتاب، وحنقرأ النهاردة كلام الشيخ البيجوري فيما قرأناه من أول قوله: وأما المرأة المفلسة. وأما المرأة المفلسة مقابل لمحذوف يعلم مما قبله، والتقدير هذا إذا كان الرجل المختلع هو المفلس السابق يعني. وأما المرأة المفلسة إلى آخره. وقول فإن اختلعت على عين من أعيان مالها، يعني من مال متعين، عين من أعيان مالها يعني مال متعين معروف. وقوله لم يصح أي بالعين، ليه؟ لتعلق الغرماء بأعيان ماله، لأن الدائنين متعلقين بأعيان مالها، فكأنهم حاجزين هذا المال، فما تعرفش تتصرف في مال محجوز على ذمة الغرماء اللي هم الدائنين. فلا ينافي أنه يصح بمهر المثل، هي ممكن إيه تختلع على مهر المثل، تقول على مهر مثلي، خلعتك على مهر مثلي، ويبقى كأنه في ذمتها برضه، فيرجع به عليها يعني في ذمتها. وقول أو دين في ذمتها صح، تقول له ليك في ذمتي مثلا 50,000 جنيه وتطلق، وهي عليها ديون بحوالي 1,000,000 جنيه، لكن عندها ثروات وعقارات بحوالي 2,000,000، ما يجراش حاجة. أما تبقى تخلص من الموضوع ده تبقى تدينا 50,000 وخلاص، وسهلة تبقى ذمتها، لكن مش في عيان مالها، لأن عيان مالها محجوزة لحد ما نسدد الغرم. واضح؟ ولا يضارب به مع الغرماء لحدوث بعد الحجر. بيقول ولم يصح أي بالعين لتعلق الغرماء بأعيان مالها، فلا ينافي أنه يصح بمهر المثل فيرجع به عليها. وقول أو دين في ذمتها صح، والدين اللي في ذمتها ده بقى ما يروحش إيه يقف يطلبه مع الغرماء. واضح؟ ليه؟ لأن ده تصرف بعد الحجر، يبقى لما يزول الحجر تتصرف، فما ينفعش انا اروح بقى الناس ياخدوا حقها في حال الحجر وانا صاحب حق لتصرف بعد الحجر. واضح؟ وما يروحش يقف مع الغرماء. ولا يضارب به مع الغرماء لحدوثه بعد الحجر. لكن لو كان ذمتها دي قالتها قبل الحجر يبقى مع الغرماء. واضح؟ لو قالت له لك في ذمتي كذا وما كانش لسه حجر عليها لافلاسها، يبقى هو من ضمن الدائنين، يقف مع الغرماء ياخد حقه برضه. واضح؟ وقوله وتصرف المريض، احنا قايلين ان المريض المخوف عليه مرض مخوف يعني، تصرفه يبقى في حدود ثلث ماله، وما زاد عن الثلث يبقى بإجازة الورثة بعد وفاته، فإن أجازوا فإلا يبقى ايه؟ يبقى ننفذ الثلث بس والباقي لاغي. كويس؟ وتصرف المريض اي الذي حصل له المرض المخوف او ما الحق به، في بعض الحاجات الحق بها محكوم عليه بالاعدام وهيتنفذ عليه حكم الاعدام بكره، فجاء النهارده اتبرع بنص ماله لجمعيه الرفق بالحيوان عشان عايز يغيظ العيال ولاده مثلا، وهو هيتنفذ عليه حكم الاعدام بكره، تقوم الايه؟ اما يعدم يخير الورثه، يقول لهم ابوك اتبرع بنص ماله لجمعيه الرفق بالحيوان،
امبارح قبل ما يموت، ايه رأيكم؟ يقولوا لا مش موافقين. يروحوا واخدين تلت بس يودوه جمعية الرفق بالحيوان والباقي يرجع. فهمت بقى ازاي؟ ياخدوا التلت بس والباقي يرجع. او ما الحق به كالتقديم للقتل، والمراد المريض الذي اتصل مرضه بالموت. طبعا يعني تصرفاته اللي تصرفها في هذا المرض وانتهى بالموت، هو ده اللي ناخد رأي الورثة فيه فيما زاد عن الثلث. واضح؟ طب افرض مرضه ده كان مخوف فعلا بس ربنا نجاه وخف، يبقى خلاص تصرفاته كلها جائزة، لأن ما اتصلش بالموت. لابد ان المرض يتصل بالموت. واضح؟ لكن افرض خف، دخل العناية المركزة وقلبه وقف وعملوا له انعاش، رجع قلبه دق تاني، الدكاترة قالوا حالته خطيرة، وبعد يوم اتنين والتلاتة بقى حلو قوي وخف ومشي خلاص بسبعة ارواح الحمد لله، كل تصرفاته دي تبقى جائزة، ما حدش يقدر يرجع فيه عليه لانه ما اتصلش مرضه بالموت. واضح؟ والمراد المريض الذي اتصل مرضه بالموت، فلو شفي تبينت صحة تصرفه. والكلام في تصرف بلا عوض يساويه، مش اي تصرف على فكرة. افرض هو في مرض وفاته باع العربية بتاعته اللي كان تمنها 20,000، جاله بيع لقطة ب30,000، حلو، ده تصرف جميل لانه ده فيه مصلحة. لكن التصرفات اللي بلا عوض كهبة صدقة، هي دي الكلام فيها، انما حاجة بعوض وعوض مجزي، يعني راجل تاجر وبيبيع ويشتري وبيبيع ويشتري وفي حال مرضه وبيعمل صفقات والصفقات بتكسب، دي التصرفات كلها جائزة، محدش يرجع عليه لانها فيها مصلحة حتى للورثة. فاهم؟ يبقى التصرف الذي بلا عوض هو بس اللي احنا نمنعه منه، لان العبرة للمحافظة على حق الورثة. علشان كده والكلام في تصرف بلا عوض يساويه، كالإبراء أو الوقف أو الهبة أو الصدقة أو العتق أو بيع المحاباة، كل دي تصرفات نحجر عليه فيها. الإبراء يعني إيه الإبراء؟ يعني هو كان ليه ديون عند ناس من حقه يطالب بيها، يوم يجي في مرض وفاته وهو واحد صديقه المفروض يرد له 1,000,000 جنيه، يقوم يقول له بقول لك ايه، 1,000,000 جنيه اعتبرها هديه لاولادك، ابراه يعني، او ده التصرف ما ينفعش لان ده يضر الورثه. واضح؟ لانه ابراه يعني ايه، قال له انت بريء من الدين، ده الابراء. او الوقف، يقول الارض الفلانيه الموجوده في الحته العلانيه دي هوقفها تتبني مسجد ودار تحفيظ قران ونعمل فيها سبيل، وهي اصلا اكثر من ثلث ماله، يقوم ايه، لا نوقف وناخد منها بقدر الثلث المال بس. واضح؟ او الهبه، وهو في المستشفى لقى كده حكيمه طيبه مهتمه بيه وراحه جايه، وبعدين حكيت له ظروفها وطلعت مطلقه وبتربي عيالها، قال لها بقول لك انا عندي 100,000 في البنك الفلاني خديهم يلا لاولادك، هبه كده. ما ينفعش الشغل ده، كده يضر الورثه. فهمت؟ تفرض المولانا اوقف حاجه لو تقبل التجزئه، زي مصنع زي شركه زي مطعم، بتقيم بقى، بتقيم ويجي في لجان اسمها فرز وتجنيب، ويقيم وتباع وياخد تلت القيمه. يعني ما لا يقبل التجزئه يباع وياخدوا تلت قيمته للوقف اللي اوقفه، والباقي ياخدوا الورث. واخد بالك؟ قصدي هنا يعني مثلا في الوقف ما ينفعش انه يباع، مش الوقف اصلي وانتفع به ما عدا بيع اصلي، فانا كده لو خدت ده هننفذ الوقف بقدر التلت، مش هننفذه كله. في لجنه الوقف، في حاجه اسمها وزاره الاوقاف دي تشرف على هذا، تعلق حقها بتلت القطعة دي، تيجي بقى تتصرف وزارة الأوقاف، ناخدها ازاي؟ نعمل لجنة نفرز ونجنب غير قابلة للفرز والتجنيد، نبيعها وناخد تلتها ونشتري أرض أخرى وننفذ بيه وقفه، وهكذا. فهمت ازاي؟ فتبقى لجان بقى بتتصرف. ممكن المرة مولانا تخش كشريك، يعني هو
هم مثلا واحد يتصرفوا بقى، المهم التعلق حقها بيه، هم بقى يتصرفوا اللي فيها المصلحة في حدود الثلث ما يزيدش. ها؟ خلاص ما يتنفس، لأن وقف على حاجة مستحيل. كل مال وهو قرات أرض وقال هنعمله مسجد، ما ينفعش أخد أنا تلته هيبقى مسجد يصلي فيه 10، مش هينفع يبقى مسجد، خلاص كأنه ملاغي. أو الصدقة أو العتق أو بيع المحاباة، قال العبد بتاعه قال له أنت عتيق لأجل الله، يلا. والعبد بتاعه ده واد كده لو خدته في السوق يتباع يجيب له 100,000، لأنه واد معاه دكتوراه ورجل أعمال كبير وشغال. ما هو العبيد زمان كانوا كده، كانوا رجال أعمال كبار بيشتغلوا وعندهم خبرات كبيرة وكان بيبقوا ليهم قيمة، فاهم؟ وممكن تيجي تعرضه في السوق تلاقيه ثمنه 1,000,000 جنيه، يجي يعتقه. طب واحنا نروح فين؟ ولاده يروحوا فين؟ فاهم؟ فيبقى ممنوع. أو بيع المحاباة يعني بيحابي. بيحب يعني ايه؟ يعني بيحب مثلا ابن اخوه، ابن اخوه واد كده طيب وكان بيحبه، فقام قال له ايه، بقول لك ايه، ما تشتري العربيه بتاعتي دي اللي معايا، انا كده كبرت ولا بركب عربيات ولا بتاع، انت معاك كام في جيبك؟ يقول له معايا 100 جنيه. قال له خلاص هات ال 100 جنيه، بعت لك العربيه ب 100 جنيه، خد المفتاح. ده بيع محاباه، ده ما ينفعش. فهمت؟ وقوله فيما زاد على الثلث، اي بخلافه في الثلث، يعني الثلث ماشي تصرفه في الثلث، وما دونه وما اقل من الثلث. افرض تصرف في ربع ماله ماشي، ثمن ماله ماشي، سدس ماله ماشي، طول ما هو اقل من الثلث ماشي. فلا يتوقف على اجازه الورثه ما لم يكن تبرعه على وارث. طب افرض التبرع بتاعه ده كان على وارث، احنا عندنا في المذهب الشافعي والمذاهب المشهورة أنه لا وصية لوارث، فلو كان تبرع لوارث بيلحق بالوصية، يبقى لازم يجيز الورثة، واخد بالك ازاي؟ لأن القانون بتاعنا اللي هو في مذهب الشافعية، مش القانون الوضعي بتاعنا حالي، مذهب الشافعية لا وصية لوارث، وكذا المالكية والأحناف والحنابلة، لكن عند الشيعة في وصية لوارث يجوز. القانون المصري خد بمذهب الشيعة، القانون المصري الحالي في المحاكم بيجيز الوصيه للوارث، على اعتبار ان حديث لا وصيه للوارث حديث معلول فيه ضعف، واخد بالك؟ العلماء خدوا بيه بالرغم انه فيه ضعف، واخد بالك؟ الشيعه ما خدتش بالحديث ده، فمشت الامور. يبقى على حسب القانون اللي انت ايه بتجيزه. احنا بندرس مذهب الشافعيه، فبيقول لك هنا ايه؟ ما لم يكن تبرعه على وارث وإلا توقف على إجازة باقي الورثة، وإن قل، وإن قل كمان، يعني مش مسألة تلت بقى ولو ربع ثمن سدس أي حاجة، طالما لوارث يبقى لازم تجيز باقي الورثة، على اعتبار أن تبرعه في مرض وفاته يلحق بالوصية، والشافعية يقول لا وصية لوارث. واضح؟ وقوله موقوف أي نفوذه، وقوله على إجازة الورثة أي جميع الورثة، مش أي ورثة، على إجازة جميع الورثة المطلقين التصرف، الورثة اللي هم عندهم تصرف مطلق في ماله. طب افرض أحد الورثة محجور عليه بسبب صغر سن أو بسبب جنون، مش مطلق التصرف، يبقى نصبر بقى لحد ما إيه الصغير يكبر عشان ناخد رأيه. لو كان لي ولي، ما لا ما ناخدش رأي الولي، نستنى صاحب، لأن ممكن الولي يبقى رأيه مخالف للولد ده لما يكبر. واضح؟ في حالة واحد وافق والتاني ما وافقش، نجيز في نصيب هذا، في نصيب اللي وافق، وما نجيزش في نصيب اللي ما وافقش. سهلة. على إجازة الورثة أي جميع الورثة المطلقين التصرف، فإن لم يكونوا كذلك لم تصح إجازتهم ولا إجازة الولي ولا الحاكم، بل يبطل ذلك التبرع، كذا أفتى السبكي. يبقى بيعتبروا التبرع ده لما يبقى فيه ورثة ما لهمش أهلية يبطل، كويس خالص،
ده رأي الإمام السبكي. بعض العلماء المذهب قال لك يوقف تصرفه ويقتطع لحد ما الصغير يكبر ونسأله، قال لا مش موافق ياخدوه، موافق يمشي في سكته. واضح؟ لكن الإمام السبكي قال إيه؟ يبطل، لكن يجب حمله على ما إذا لم تتوقع أهليتهم. يبقى كلام الإمام السبكي اللي قال لك يبطل، قال لك على فكرة كلام السبكي مش مطلق، ده إذا لم تتوقع أهليتهم، يعني مجانين مش هيفوقوا من الجنون. فهمت إزاي؟ يعني مش هيتوقع أهليتهم، يبقى هنا يبطل، لأن ما عنديش سبيل إن هيفوق هذا البني آدم المجنون ويعقل كده ويبلغ رشده واخد رأيه. أبوك تصرف في كذا موافق ولا مش موافق؟ مش هيوصل لمسألة لمرحلة. يبقى في الحالة دي ألغي، ويبقى كلام الإمام السبكي في إلغاء تصرفه إذا لم يكن له أهلية لمن لا يتوقع له أهلية في المستقبل. أما من يتوقع له أهلية في المستقبل كصغير يكبر يوقف حتى يكبر. فهمت بقى الكلام؟ يعني هم عايزين يخلوا فتوى الإمام السبكي مطابقة للمذهب. فهمت ازاي؟ لما قالوا الإمام السبكي قال انه لا، طالما ما فيش حد له أهلية يبقى نوقف تورعه ونلغي تصرفه. فمش عايزين يغلطوا الإمام. قال لك والله كلام الإمام السبكي ده يبقى وجيه لو كان ما فيش وسيلة لأهليتهم، لكن لو كان في وسيلة هيبلغوا الأهلية يبقى ما يقصدش الإمام السبكي في الصورة دي، من باب تبرئة العالم يعني، وحمل إيه فتوى على أحسن الوجوه. أحدهما، لكن غالبا لما بيطلق السبكي يقصد الابن، لأن الابن كان أعلم من أبيه. كويس؟ كذا أفتى السبكي، لكن يجب حمله على ما إذا لم تتوقع أهلية وإلا وقف الأمر إليها كما قاله ابن قاسم. ابن قاسم الغزي قال إيه؟ يوقف لحد ما يصل للأهلية. مسألة كثيرة الوقوع، وهي أنه متى كان في الورثة محجور عليه بأن كان فيهم قاصر أو سفيه حرم التصرف في شيء من التركة. يعني الورثة الموجودين دول، الراجل مات سايب طفل رضيع وسايب رجالة كبار وستات متجوزين، كويس، وابن آخر سفيه، يعني عنده نوع من الخلل كده، يبقى عنده رضيع وسفيه وعقلاء ورشداء، كل دول هيورثوا. نروح واقفين الإرث كله، محدش يتصرف لحد ما الواد الرضيع ده يكبر ويبلغ الرشد وناخد رأيه في تصرف أبيه، إن كان أبيه له تصرف. إنما افرض أبوه ملوش تصرف، خلاص هياخد نصيبه الرضيع ده ونشيلوه ويبقى ليه ولي، مفيهاش مشكلة. لكن المشكلة لو أبوه كان تصرف أكثر من الثلث في مرض وفاته، نروح واقفين بقى الدنيا خالص ونقول لهم اصبروا بقى لما الواد ده يكبر ونشوف ما يمكن يجيز تصرف أبيه، يمكن لا يجيز. واضح؟ ممكن بقى بعض الورثة إذا كان بعض الورثة أجاز خلاص، بعض الورثة لم يجيز نقسم. سهلة يعني. وهي أنه متى كان في الورثة محجور عليه بأن كان فيهم قاصر أو سفيه حرم التصرف في شيء من التركة كنحو السبح والجمع وغير ذلك إلا إن أوصى به. يعني بيقول لك كنحو السبح، يعني حتى ولو الحاجة اللي ملهاش قيمة، يعني الراجل كان عنده كم سبحة بيسبح بيه، والجمع ده يعني قيل ان هو مجموع من الدقل كان برضو بيتحط في كوز كده عشان يسبحوا بيه قبل ما يربطوه في فتله، يبقى حاجات ملهاش قيمه يعني. لا ما تتصرفش فيها برضو، اصبر على ما الواد ده ابن، يمكن دي ليها قيمه معنويه عند الابن عايز يحتفظ عليه، يقول لك حاجه من ريحه جدي ولا حاجه من ريحه ابويا، تقوم انت تتصرف فيها تقول الا ان اوصى به. ان اوصى به يعني ايه؟ قال لما اموت السبحه بتاعتي دي تدوها لفلان، خلاص ما يجراش حاجه، طالما حاجة ملهاش قيمة قوي لكنها ايه لا تؤثر، واقل من التلت بكتير. وعند المالكية تعتبر العادة، فما جرت به كان بمنزلة الموصى به. عند المالكية قال لك العادة، نشوف عادة الناس دي ايه، لما بيموت الميت عندهم بيتصدقوا بثيابه اللي كان بيلبسها والبدل اللي كان بيلبسها، يبقى خلاص العادة كده،
يبقى ما يموت صدق بلبسه. اذا كان عالم عادتهم يخلوا المكتبه بتاعته موقوفه لطلاب العلم يستفيد، خلاص يبقى العاده كده المكتبه بتاعته وقف لطلاب العلم، لان هي العاده على ما جرت العاده. فهمت بقى ازاي؟ ده راي المالكيه. الشافعيه يقول لك لا، نقف ما نتصرفش لحد ما الصغير يكبر. واضح؟ قوله فإن أجازوا الزائد، الزائد على الثلث يعني، تفريع على قوله موقوف على إجازة الورثة، وقوله وإلا فلا، أي وإن لم يجيز فلا يصح. فإن أجاز البعض ولم يجز البعض، زي أنت ما بتقول أهو، البعض الآخر، نفذ في حصة المجيز دون غيره. واخد بالك؟ نشوف نصيبه في اللي هيجيزه قد إيه في إرثه لو اتقسم، ونخصمه منه ننفذ بيه وصية المورث. وقوله وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران، أي لأنهما إنما يصحان من الوارث. يعني في حال المرض ما ناخدش رأي الورثة، لأن لسه ما اسمهمش ورثة، لسه عايش، ما يمكن يخف. كويس؟ سواء أجازوا أو ردوا في حال المرض ده لا يعتبر، إنما يصحان لأنهما إنما يصحان من الوارث، ويحتمل أن يصير هذا غير وارث بعد الموت. يعني ممكن البني آدم اللي هيجيز الوقت ده بعد موت المورث ده ممكن ما يبقاش غير وارث، ما يمكن يقتله أو يموت قبله، يجي له مانع من موانع الإرث. فاهم؟ قعد بقى مدة طويلة أو حصل له ردة أي حاجة، عائق من عوائق الإرث. وقوله وإنما يعتبر ذلك، أي المذكور من الإجازة والرد. وقوله من بعده، يعني من بعد إيه؟ من بعد الموت. لو حذف لفظ من لكان أخسر. أنت مش بتقول غاية الاختصار، طب ليه تقول من بعده؟ ما تقول بعده خلاص، ويبقى وفرنا لفظ من. مش أنت بتقول غاية الاختصار؟ فاهم؟ وقوله من بعده، لو حذف لفظة من لكان أخسر. فلو أجاز في حال المرض حياء من المريض ثم رد بعد الموت، فالعبرة بالرد، لأن العبرة بما بعد الموت. افرض هو أجاز عشان أبوه عايش ومكسوف منه، لما مات قال لا أنا مش موافق، أنا كده حنضر، يبقى العبرة برأيه بعد الموت مش برأيه قبل الموت. فالعبرة بالرد، ولو رد فيه لكراهة المريض، ولو عكس رد تصرفه عشان بيغلس عليه في حال حياته، عشان كان ايه متغاظ منه بيكرهه عايز يغيظه، وبعدين اجازة بعد الموت، فالعبرة بالاجازة مش بالرد. وهكذا يعني العبرة بتصرفه ايه بعد الموت. ولو رد فيه لكراهة المريض ثم اجاز بعد الموت، فالعبرة بالاجازة. قوله أي من بعد موت المريض، أشار إلى أن الضمير راجع للمريض بتقدير مضاف. قوله أي من بعد موت المريض، أي أشار إلى أن الضمير راجع للمريض. وإذا أجاز الوارث أي الوصية مثلا، وقوله ثم قال إنما أجزت لظني أن المال أي الموصى به قليل، وقوله وقد بان خلافه أي ظهر أنه كثير، وقول صدق بيمينه أي وتلغو إجازته فيما زاد على الثلث العذري. هنا ما كانش يعرف إن المورثه غني قوي، كان متصرف يعني متصور إنه يا دوب سايب له 5000 6000 جنيه، وقالوا له أصله تصرف في نص ماله عايز يتبرع بيه لدار الأيتام. قال لهم وماله تصرف؟ وبعدين فوجئ قاعد عند المحامي قال له لا ده إرث الراجل ده 5 مليون جنيه. قال له لا مش موافق بقى، لا مش موافق، هي التلت بس. يبقى الاول رد فاكر ان المال قليل، تفرقش ايه يعني 5000 6000 جنيه يطلع نصهم للايتام والباقي خدهم، يعني الكلام عادي. لا ده طلعوا بقى 5 مليار، 5 مليون، حاجات مبالغ طائله. ففي الحاله دي صدق بيمينه. واخد بالك ازاي؟ ايه؟ وتتلغي الاجازه بتاعته خالص، وتلغو إجازته فيما زاد على الثلث لعذره. قوله وتصرف العبد، نيجي بقى في موضوع تاني. يبقى اتكلمنا على تصرف المريض وتصرف الصبي وتصرف المفلس،
هنيجي على تصرف العبد. العبد أي الرقيق ولو أنثى، يبقى العبد هنا يشمل الرجل والمرأة. وقال ابن حزم لفظ العبد يشمل الأمة، والمراد الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا بأن كان بالغا عاقلا رشيدا. يبقى أما نقول تصرف الرقيق هنا، المقصود الرقيق اللي هو يصح تصرفه لنفسه لو كان حر، يعني عاقل بالغ رشيد. لكن افرض رقيق صبي صغير، رقيق مجنون، رقيق غير رشيد، تصرفه باطل أصلا بإذن سيده أو بغير إذن سيده، لأنه ده محجور عليه حتى لو كان حر، فما بالك هو عبد. فاهم؟ يبقى الكلام هنا على العبد، تصرف العبد الذي يصح تصرفه لو كان حرا بأن كان بالغا عاقلا رشيدا. وأما الذي لا يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا فتصرفه باطل مطلقا. وقوله الذي لم يؤذن له في التجارة أي صريحا، فلا يصير مأذونا له بسكوت سيده. لازم الإذن للعبد في التصرف يكون صريح من السيد بالقول، مش ساكت وخلاص، لا، لازم بصريح اللفظ. واضح؟ ومن عرف رق شخص لم يجز له معاملته. انت راجل تاجر في السوق، عارف ان الواد ده عبده بيتاجر، ما ينفعش تعامله في التجارة الا لما تبقى متأكد ان سيده اذن له. واضح؟ ومن عرف رق شخص لم يجز له معاملتي حتى يعلم اذن سيدي له ببينة، يبقى الواد معاه ورقة ممضي عليها من سيده ان انا اذنت له في التجارة زي توكيل، او بسماعه من سيده، يتصل بيه بالتليفون او يروح يقابل سيده يقول له انا اذن للواد فلان ده في التجارة، خلاص. او شيوع بين الناس، يسأل تجار السوق، كل تجار السوق يقولوا ده الواد ده فعلا سيده اذن له، ما فيهاش مشكلة. يبقى دي طريقة وصول المعلومة، إما الشيوع أو المباشرة من السيد أو بمكتوب مع العبد. ولا يكفي قول العبد أنا مأذون لي، لأنه متهم بإثبات التصرف له. وقوله يكون في ذمته أي يكون بدل ما تصرف فيه بعد تلفه في ذمته، فإن كان باقيا استرده مالكه من يد العبد أو يد سيده، وإن تلف في يد السيد فللمالك تضمين السيد لوضع يده عليه، وله مطالبة العبد أيضا بعد العتق واليسار. واضح الكلام ده؟ كلام واضح. نقوله تاني، تصرف العبد ده كويس، لو كان بغير إذن سيده يبقى في ذمته، في ذمة العبد. واضح؟ أي يكون بدل ما تصرف فيه بعد تلفي في ذمته، فإن كان باقيا، لو كان باقي طب لسه ما أتلفوش في إيده، استرده مالكه من يد العبد أو من يد سيده لو كان العبد ادال سيده. وإن تلف في يد السيد يعمل إيه؟ فللمالك تضمين السيد لوضع يدي عليه، لأن بقت إيده عليه يد ضمان. وله مطالبة العبد أيضا، لأن التصرف كان مع العبد مباشرة. واضح؟ بعد العتق واليسار. هيطالب العبد إمتى؟ لما يبقى ليه ذمة مالية. وذمته المالية إمتى هتجيله؟ لما يعتق. يبقى ما يطالبش العبد إلا بعد العتق واليسار، يعني بعد ما يبقى عنده غنى يقدر يرد. لكن طول ما هو معسر وإن كان ذو عسرة فنظرات إلى ميسرة. واضح؟ وربما يتوهم من كلام المصنف أن تصرف الرقيق بغير إذن سيده صحيح ويكون في ذمته، وليس كذلك، بل هو غير صحيح لأنه محجور عليه لحق سيده كما مر، وإنما كان بدل ما تصرف فيه بغير إذن سيده في ذمته إذا تلف، لأن القاعدة أن ما تلف تحت يد الرقيق وكان برضا مستحقه ولم يأذن له فيه السيد كما في المعاملات يتعلق بذمته فقط. دي قاعدة، إن ما تلف تحت يد الرقيق في إيد العبد وكان برضا المستحق، برضا المتصرف، يعني أنا بعت له برضايا عربيتي وأنا عارف إنه عبد
وما اعرفش انه مأذون من سيدي، فانا هنا برضايا بعت له كويس. وكان السيد ما كانش يأذن في المعاملة للعبد، يبقى يتعلق الحاجة دي ايه قيمتها في ذمة العبد. فهمتني ازاي؟ يتعلق بذمته فقط، طالما تعلق بذمته فقط يبقى ايه يتبع به بعد عتقه ويساره، لازم اثنين. ولو رآه السيد في يده وأن ما أذن له فيه كصداق نكاح بإذنه ودين معاملة بإذنه يتعلق بذمته وكسبه ومال تجارته إن كان. بيقول بعد يساري ولو رآه السيد في يده. خلصنا كده الجملة، نخش في جملة جديدة. يعني عايز أقول إن حتى لو السيد شافه ده ما يعتبرش إجازة منه. برضه ما يعتبرش إجازة منه. يعني كنا مكتوب طالما أنا برضايا وأنا ما تأكدتش إنه مأذون ليه، يبقى أنا مقصر. يبقى تعلقت بذمته يعني في المشمش. يعني لما يعتق بقى ويبقى غني يبقى يجيبها لي، يعني بلغة المصريين في المشمش. فهمتني إزاي؟ يعني بقابلني. لان ايه علقناها بذمة عبد لما يعتق ويبقى غني، دي عملية صعبة قوي. ها يبقى كأنه مفيش. لان هو ليه عملناها كده؟ لان انت مقصر، انت تعاملت معه وعارف انه عبد ولم تتحقق من اذن سيدي له، يبقى انت اللي متسرع. فهمت ازاي؟ يبقى خلاص اشرب بقى تصرف. وان الحاجة التانية بقى، وان ما اذن له فيه السيد بقى أذن له في التصرف، في اللي فات ده ما أذنش له سيده. وأن ما أذن له فيه كصداق نكاح بإذنه، يعني قال له يا عبد روح اتجوز فلانة، واخد بقى اتجوزه فلانة الأمة دي، ومهرها عليا 20,000 جنيه بس، تقول لها كده. يبقى ده بقى إيه؟ بذمة السيد، لأنه بإذن سيده. كصداق نكاح بإذنه ودين معاملة بإذنه يتعلق بذمته وكسبه. أيوه، يتعلق بذمة إيه؟ السيد. وكسبه ومال تجارته، يعني يتعلق بذمة العبد وذمة السيد أيهما كويس، وكسبه وكسب العبد ومال تجارته بتاع السيد. واضح؟ لان كان اذن له فيه. وان كان، ان كان ومال تجارته ان كان. يعني لو حصل. فان كان بغير رضا مستحقه، الحاله الثالثه بقى، الاحتمال الثالث. فان كان بغير رضا مستحقه، كان أتلف شيئا أو تلف بعد غصبه. ده العبد جاء خد العربية مني غصب بغير رضاية. فهمت؟ أو هو ماشي بعربيته خبط عربيتي أتلفها، يبقى أنا كده أنا ما اتعاملتش معاه، ده أنا وقع عليا، ده بقيت مجني عليا. فهمت؟ فإن كان بغير رضا مستحقه، كان أتلف شيئا أو تلف بعد غصبه، تعلق الضمان بمين بقى؟ برقبته، برقبة العبد، يعني العبد يتباع ويتاخد من ثمنه. يبقى في تعلق بالذمة لما يعتق، وتعلق بالرقبة يعني يباع وناخد قيمته، قيمة ما أتلف من ثمنه، يبقى هيضر السيد برضه لأن هيتخصم من ثمن عبده. واضح؟ ممكن السيد يدفع المال دوت وما يدفعش العبد. يتصرفوا بقى، لكن افرض ما قال انا مالي، يقوم ايه يجي الحاكم ياخد العبد يبيعه في المزاد ويدي للراجل نصيبه والباقي يديه لصاحب العبد. واضح؟ تعلق برقبته ولا يتعلق بذمته ولا بكسبه. فالحاصل انها على ثلاثة اقسام: ما يتعلق بذمته فقط ان كان بغير اذن السيد وبرضا المعامل، يبقى يتعلق بذمته فقط. وما يتعلق بذمته وكسبه ومال تجارته ان كان برضا مستحق، اذا كان برضا مستحق وباذن السيد.
ما يتعلق برقبتي، ما يتعلق بذمتي فقط، وما يتعلق بذمتي وكسبي ومالي تجارتي وما يتعلق برقبتي. وهذه الأقسام الثلاثة إنما هي في التصرفات المالية بس، بخلاف العبادات فإنها تصح منه ولو من غير إذن السيد. يعني لو صلى من غير إذن السيد تصح. والولايات فإنها لا تصح منه ولو بإذن السيد. يبقى العبادات تصح منه ولو من غير إذن السيد، والولايات لا تصح منه ولو بإذن السيد. واضح؟ كما مر. ويصح إقراره بموجب عقوبة. قالوا إيه؟ يبقى قاضي، يبقى قاضي، يبقى إمام مسجد، يبقى مفتي، يبقى حاكم على ولاية عمدة بلد، ولي في نكاح، وولاية نكاح برضه. ويصح إقراره بموجب عقوبة كسرقة فيقطع فيها ولا يلزمه المال. وقول يتبع به أي يطالب به، وقول بعد عتقه أي وبعد يساره، وفي نسخة إذا عتق أي كله، خلافا لشيخ الإسلام. مين شيخ الإسلام؟ زكريا الأنصاري، مش ابن تيمية؟ لأحسن الجماعة فاهمين إن شيخ الإسلام الوحيد ابن تيمية، وهم اللي أطلقوا عليه كده على فكرة، هو لم يطلق على نفسه كده. هو عمره ما أطلق على نفسه إنه شيخ الإسلام، هم اللي أطلقوا عليه. لكن هنا لما كتب في كتب الشافعية، متأخري الشافعية يعني ما بعد الإمام النووي، شيخ الإسلام يقصد به زكريا الأنصاري. خلافا لشيخ الإسلام بخلافه قبل العتق لأنه معسر. قول وإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن. أذن له في التجارة، قال له أنا أذن لك تتاجر في السيارات، فراح يشتغل في العقارات، يبقى اللي اشتغل في العقارات دي بغير إذن السيد، والسيارات بس اللي بإذن السيد. فهمت إزاي؟ وكذا لو أذن له في بيع معين أو شرائه مثلا، قال له هتبيع الحاجة الفلانية فباع غيرها، يبقى الغيرها دي غير مأذون فيه ودي مأذون فيه، فيتصرف بقدر إذن سيده وتبقه ولا يتجاوزه. فلو أذن له في نوع لم يتصرف في غيره كالوكيل، وليس له بالإذن في التجارة النكاح والتبرع، لأنه ليس من أهل التبرع، ولا يؤجر نفسه، ولا يعامل سيده ولا رقيق سيده المأذون له في التجارة، لأن تصرفه للسيد. يعني ما يعاملش سيده، يعني هو أذن له في التجارة فيروح يبيع لسيده، يعني أذن له في تجارة السيارات إنه يتاجر له في السيارات، فجاء السيد اللي هو صاحب العبد ده عايز سيارة، ما يشتريش من عبده، لأن كأنه بيشتري من نفسه. واضح؟ فلا يعامل سيده ولا رقيق سيده المأذون له، ولا برضو العبيد اللي هو ملك سيده، لأن تصرفه للسيد، فكيف يعامله ويد رقيق السيد كيده؟ كأن بيعامل نفسه، بيبيع ويشتري من نفسه، فده ما يبقاش عقد بيع، يبقى تصرف مباح في المال. فهم؟ بخلاف المكاتب. العبد المكاتب بقى ليه ذمة معلقة صحيح، لكن لا ليه ذمة، فممكن يعامل المكاتب. واضح؟ فله أن يعامل سيده لأنه أجنبي ولا يتمكن من عزل نفسه. يعني العبد الموكل في تجارة ما يقدرش يعزل نفسه إلا لما سيده يعزله، بخلاف عقد الوكالة مع الحر، أنت ما توكل محامي، ممكن المحامي يلغي التوكيل في أي لحظة، وأنت كمان الأصيل تلغي التوكيل في أي لحظة، مش كده برضه؟ لأن المحامي حر وأنا حر، لكن أنا لما أوكل العبد، العبد ما يقدرش يعزل نفسه، يلتزم خلاص. واضح؟ ولا يتمكن من عزل نفسه، ويقبل إقراره بدين المعاملة، ويقبل إقراره بدين المعاملة لأنه مأذون له في المعاملة، فلو أقر أنه عامل فلان وأنه ليه في ذمته كذا خلاص تقبل. ولا يملك العبد بتمليك سيده أو غيره. سيده قال له إيه؟ قال له بقول لك إيه، أنت في التجارة اعتبر العربية دي ملكك، تتصرف فيها وقضي بيها مشاويرك. سيده يقول له ملكك، ما يملكهاش، هي ملك سيده برضه.
لأنه هو مش أهل، لأنه بهيمة زي البهيمة بيتباع، يعني هو صحيح إنسان بس بهيمة يتباع، فاهم؟ لأنه مش حر. ولا يملك العبد بتمليك سيده أو غيره لأنه ليس أهلا للملك لشبهه بالبهيمة في المملوكية فيباع ويشترك البهيمة. واضح؟ وكده يبقى الحمد لله خلصنا احنا ايه احكام الحجر. وهنقف على فصل في احكام الصلح، والصلح خير ان شاء الله يوم الاثنين القادم. ها؟ احنا قلنا ايه انه ما ينفعش للعبد لو اذى المنتجب السيارات المنتجب العقارات، طب ما نقدرش نعتبر العبد لو تاجر في العقارات يبيعه بفضول يتوقف على اسم السيد؟ ما يجراش حاجه. ممكن ما هو الى افاده خالص. لا ما هتلاقي اوجه في بعض المزايا تجزها وبعض المزايا لا تجزها، واخد بالك؟ وبعض الوجوه تجزها وبعض الوجوه لا تجزها. هو بيقول لك هنا الاحكام المستقره، انما الوجوه والتفصيلات بقى دي تجيبها في المطولات. تجيبها في المطولات يعني نقدر نعتبر ان يجوز لو اذن له، لكن هو هنا موقوف على اذن السيد. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل في أحكام الصلح إن شاء الله الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.